معكم يوسف حقيقي من حرازيل. ضيع بقى عيلة كسروين وفيها تعز وفيها ساعة. من القديم كانوا جدودنا يعملوا هاي اللبادة يدفوا راسهم منها، وهاي اللبادة أساسها من أيام الفينيقيين بلبنان، وكل محيط البحر الأبيض المتوسط تقريبا بيشتغل فيها هاي الصنعة. اللبادة منجيب الصوف منشتريه من عند الرعيان، منغسله ومندفعه هاي المكنة ونحطهم هون، ومصور نمرقهم بهودي بين الدولي بهودي، بده يكون هيك مندوف مزبوط تنقدر نشتغل فيه بكل رياحة ويطلع الشغل مزبوط ونظيف. بدك تعملها كذا دور تيطلعوا مزبوطين تيصيروا مثل هودي، بس يصيروا مثل هم بصير فينا نشتغل فيهم. بنحط الصوف على الطاولة ومي وصابون ونشتغل. الصابون هو بهين الشغل وبخلي الصوف يكمش على بعضه. تعلمتها من جدي، كان عم بيشتغل وحدة إله هو، وتعلمت منه وصرت ما عادش اشتغلت أنا، اشتغلت فرد وحدة إله، كان بيشتغل كان برقص فرقة دابكي. بعدين أجاني سفرة على معرض دبي، رجعت صرت اشتغل وصرت تابع. بحبش ما بشتغلش، هي أول شيء هواية حلوة، صار في عندك علاقات مع ناس كتير جديد. صناعة لبادة وحدة بدنا مثلا بين 200 و 300 جرام صوف. الصوف بده يكون صوف قرقور، يعني ابن سنة ولاد جديدة، أول قصة بينقص. صابون بلدي، حيالله صابون، بس الأفضل البلدي لأنه مواد طبيعية. هو أشمع اشتغلت فيها وحفايتها اسمه صار أحسن. هي صنعة أول شيء شغل تستفيد منه، وكمان حرفة ذكرى وردتها من أجدادك من التراث. هاي الحرفة كلها من الطبيعة، الصوف من الخروف من الطبيعة، والصابون من الزيت، الزيتون من الطبيعة، يعني كله من أرضنا. وما يصابون وصوف نشتغلها ونشمسها ومنبيعها، يعني بيستفيد فيها كذا شخص، كله من الطبيعة. هلأ خلصت، حطها هون بالشمس عم هلأ بتنشف.